ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير دايما، وحشتوني جدا جدا. طبعا معاكم جو كرشبوي ومعايا حبيب قلبي كيرو. النهارده مدلعكم اهو، مدلعكم اهو. قول لنا يا معلم بقى على يا الفيديو بتاع جماعة، النهارده. فيديو النهاردة ده أنا سارق فكرته من كيرش كيبرز. في العب، مطعم يعني مغرق بوستات على هيقعد كيرش يبص كيبرز، كل 5 ثواني على الاكياس اللي جنبه دي، بص لهم مغرق كيرش كيبرز بوستات. برضه بيبص، يا دي ما الحمد بصيتش لله. بقى، يلا فانا قلت يا جدعان ما ينفعش يعدي علينا كده، لازم نجربه. هو طبعا واخد نفس فكره مطعم ساندوتش هاب، ويعني للاسف الشديد المطعم ده قفل، بس عشان انا عندي وانا حزن وجوز شديد. عيننا جدا جدا عليه لانه كان مطعم محترم جدا. ف هسيب لكم اللينك بتاعه هنا فوق يا طبعا، ريت لازم يعني يعني المطعم مطعم ده محترم جدا. كان لازم تتفرجوا عليه وتلحقوا تجربوه قبل ما يقفل للاسف، بس غالبا ممكن يكون ليه فرع تاني. مش وربنا يكرم يعني ويفتحوا تاني يعني ويصلح اتمنى حالهم يا رب. يا رب. فالنهارده احنا معانا مطعم رومي نار، وجايبين يعني سمشات كتير جدا جدا جدا. تلات ارباع المنيو جايبين بتاع 17 18 20 ساندوتش، فيلا بينا فيلا نخش بينا. بالمنيو. بس قبل ما نخش بالمنيو، لايكاتكم الجميله، نوصل الفيديو ده بعد اذنكم 2000 لايك. لو بتحبوا جو وكيرو 2000 لايك يعني مش كتير والله يستاهل علينا. يستاهل. يلا بس بينا. واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر التنبيهات عشان يوصله كل جديد، ويلا بينا نخش بالساندوتشات اللي معانا. جاهز؟ جاهز، يلا بينا. يلا خش. طب يا جماعة أنا مش قادر أتكلم، اصبر عايز أكرر. استغفر الله. قبل ما نبدأ يا جدعان، حابب أقول إن فكرة المطعم ده اللي ما اتفرجش على الفيديو الأولاني لسه، إن هو فطار خفيف وسعره على قد الإيد جدا جدا جدا. الأسعار بتتراوح من 7 جنيه ونص لغاية 15 أو 20. الأسعار كده كده هسيبها لكم فوق. فيعني فكرته يعني مميزة وإنه حاجة بسيطة. فيلا بينا نبدأ ونشوف الدنيا هتمشي إزاي. وأنا شايف إن هو يمشي غدا وفي حاجات تقيلة أساسا، أيوه هو يمشي كذا حاجة هتشوفه دلوقتي معانا. يلا بينا نبتدي بأول سندوتشين. طيب انا هاكل رومي نار مقلي، ده من جوه عباره عن جبنه رومي، معرفش هتشوفه ولا لا، واخده تتبيله كراست كده ومقليه ومعاها طماطم وشويه خس، ومعرفش اذا كان في صوص ولا لا، والسعر بتاعها اهو فوق. قول لنا انت معاك ايه. انا بيض مسلوق كيري زبده. وريهم كده. ايوه ده بيض مسلوق بالكيري والزبده. يلا بينا كل واحد يدوق. طبعا هندوق كل واحد ساندوتش مختلف لان الجايبين منيو كبير ما شاء الله. يلا بينا. في ملحوظه، العيش مختلف جدا، مش عيش شامي، فيعني العيش مختلف، دي اول حاجه. فهنشوف بقى الدنيا تمشي ازاي. يلا بينا. طب معلش يا جدعان، الساندوتش اللي معايا ده كان بيض مسلوق قشطه. تمام، قول لنا رايك فيه بقى يا كبير. انا حاسس القشطه مش ماشيه مع البيض، يعني ما اضفتلوش طعم يعني مختلف. او عندي اكنك بتاكل ساندوتش بيض مسلوق بس تمام، في قشطه في الموضوع، فبالنسبه لي كان عادي جدا يعني صراحه. ربنا يستر. خدوا بالكم احنا يعني السندوتشات اللي احنا بنحبها مخلينها للاخر، فما تستعجلوش، احنا بنبتدي من اللي حاسين انه مش هيعجبنا قوي. طيب انا بالنسبه لي، انا الساندوتش الرومي المقلي ده ما انبسطتش. اوه برضه ما انبسطتش بصراحه، يعني انا مش عايز ابتدي الفيديو كده بما انبسطتش، بس مش هضحك عليكم، انتوا مش ناس غريبه. لا، اول ساندوتش ما عجبنيش. الرومي دلع قوي، ما فيهاش سنه ملوحه خالص، عارفين تحس انها رومي جديد. لا ما انبسطتش. وما فيش صوص مثلا، مش حاطط شويه مايونيز مثلا بتاع، لا هو قطعه الجبنه المقليه والطماطم والخس، ومش حاطط اي حاجه تاني، والعيش تقيل قوي. يعني هو ساندوتش مشبع طبعا، مشبع بزياده، لقمه مشبعه فعلا جدا، بس المكونات جوه حتى الان مش قد كده. يلا بينا نخش بتاني حاجة معانا. وتالت ايتم معانا النهاردة ده بطاطس مقلية، وعليها وريهم، روح على الكاميرا، وعليها كاتشب ومايونيز وحتة جبنة رومي متشوحة. يا مسهل يا رب، اتمنى ان ده يعجبنا. انا بقى هاكل طعمية يوناني، دي طعمية بالفلفل الاخضر وعليها شوية خس، مش عارف ايه الطعمية اليوناني دي، اول مرة في حياتي ادوقها، فاتمنى انها تعجبني. طيب هو واضح كده ان هم عندهم نظافة فائقة طبعا، لان حتة الطعمية الزيت بتاعها نظيف جدا، لونها يعني كان ابيض مش ذهبي حتى. بس ايه، يوناني مفيش اي فرق، غالبا يوناني دي عشان محطوط عليها فلفل اخضر ولا ايه، هي طعمية عادية جدا، وللأسف مفيش طحينة معاها او اي صوص، فكانت ناشفة في ناشفة. بس الساندوتش ده بصراحة بالنسبة لي افضل من اللي فات، يعني انا ده موافق عليه. قول لنا رايك كده في الساندوتش بتاعك. طيب انا البطاطس كان عظيم،
الكاتشب والمايونيز كان عامل شغل عالي مع الجبنه، خد الصوصات ابن اللذينه وانا اللي عمال اكل حته جبنه كبيره، فلا كان طعمها جميل يا ريزل. فالساندوتش ده كان عظمه الصراحه. يا رب اقع في ساندوتش عظمه المره اللي جايه. يلا بينا نخش بتالت نقله معانا. طيب انا حظي المره دي وقع مع رومي نار كيري زبده، فاكيد هيبقى جوسي شويه يعني، ده المنظر من جوه معرفش واضح لكم ولا لا. ومعاه خس وطماطم، وانت معاك ايه؟ طيب انا رومي قديم بالزبده بس كده. طيب يعني ساندوتشين قريبين قوي، خس وطماطم. يلا ندوق يا رب حاجه ترطب على قلبي بقى لان النشفان تعبني. يلا بينا. ايوه بقى حاجه طريه كده ترفه عن الواحد شويه، بالدبانه الرزله بنت الرفض دي اللي هقوم اجري وراها. جميل ده، ده جميل. الكيري مع الرومي، والرومي هنا حادقه على عكس الاولاني اللي كلته، عاملة بالانس في الطعم حلوة قوي. دي مزبدة كده والتانية والرومي محدقة الموضوع. لا عظمة الساندوتش ده، عظمة بصراحة. لا انا هخلصه وارجع اقول لكم رأيي. طيب ورقة وقلم كده يا ست هانم واكتبي ورايا، رومي نار زبدة كيري، ده تجربوه ست البيت وراجل البيت وشباب البيت، كل الناس جربوا الساندوتش ده. لا ده عظيم عالمي بصراحة، حلو جدا كده. انا حاسس ان الفيديو هيبتدي بالنسبة لي. قولي يا استاذ كيري رأيك. انا اللي اكلته كان رومي قديم بالزبده، يعني بالنسبه لي عادي يعني، ما عجبنيش قوي والزبده مش واضحه قوي. خد من اللي انا خدته. لا انا الزبده عندي كانت واضحه قوي قوي بجد. الزبده والكيري والرومي الثلاثه واضحين وكل واحد ليه طعمه حلو جدا بصراحه. لا انا مبسوط. لا بالنسبه لي كان ساندوتش عادي. طيب يلا بينا نخش برابع نقله معانا، واتمنى انها تعجبنا. واللي لسه ما عملش لايك يا حلوين ينزل يعمل لايك، وما تنزلوش علينا اللايك مش هيتعبك في حاجه، والفيديو حلو اكيد. يلا بينا نخش برابع نقله. طيب انا المره دي نصيبي وقع في فول كيري زبده، لو شايفين فول كيري زبده، والكلب ده البوبي فول بالسجق، هو اللي خد فول بالسجق. حسبنا الله ونعم الوكيل. الاسعار وانا بقول الاسم هيتكتب السعر. يلا بينا ندوق. يلا بينا. حلو. انا مبسوط بس حاسس ان الفول محتاج شويه كمون وشويه ملح، بس الزبده دي كويسه حتى الان. هدوس دوسه كده تاني واقول لكم. وده افضل فول بالسجق اكلته في حياتي. طب هات بقى افضل فول بالسجق اكلته في حياتي. ادوق بقى انا الفول بالسجق ده. تقييمي ليه مش عاجبني قوي عشان التوابل اللي في الفول مش ظاهره. اخدش بقى على ده. السجق يا جدعان ايه ده؟ عالمي. لا 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 لا، السجق عالمي. عظيم. احلى فول بالسجق هتاكله في حياتك من عند المطعم ده، مع ان في حاجات كتير ما عجبتناش، بس لا ده طعمه محترم جدا. طب انا اخدت قطمه. هكمله بعد ما اقول رايي. استنى. اخدت قطمه. رايي طبعا مش هعلي على كيرو، ساندوتش تحفه. ده ياخد 100 من 10. حلو جدا جدا جدا. هكمل انا الساندوتش ده ونرجع بخامس نقله. طيب انا خدت بطاطس صوابع بالجبنه النستو، وقمت سخنته بصراحه علشان يعني التجربه تكمل. وانت يا استاذ كيرو؟ انا رومي نار لانشون. عمال ينقي هو الحاجات الحلوه الباشا ويلبسنا انا، ما هو اللي بيجيب من جنبه ويروح مديني يقول لي خد انت كل ده وانا كل ده. ماشي هحاسب عليك للصبح. يلا بينا ندوق. يلا بينا. طيب عم الرومي نار مقليه لانشون دي، انا حابب اقول ان اللانشون الكواليتي بتاعته سيئه، مش قد كده الصراحه. كيرو دوقهوني. هو مليان مليان وكل حاجه، بس يعني الكواليتي بتاعت اللانشون ما كانتش قد كده. لانشون قطط الى حد كبير يعني بصراحه عشان ما ابقاش كذاب. بس انا حابب اقول ان ساندوتش هاب الصراحه كان يعني كان اكل شوارع جورميه. ما ينفعش نقارن يعني حاجه كده مش ياكل. انا احنا عمالين نحمسهم والمطعم قافل، بس بجد يعني انا بعتذر لكم، بس ساندوتش شوب ده كان حاجه عالميه بجد. ابقوا اتفرجوا على الفيديو بجد هيعجبكم جدا. هسيبه لكم في الاي تاني دلوقتي اهو عشان اللي ما شافوش في الاول. ساندوتش شوب كان عالمي. يعني ساندوتش بالنسبه لي ده عادي يعني، ممكن اديله سيء كمان. طيب سيء طبعا بعد اللانشون بتاع القطط ده طبعا. لا ما عجبنيش انا برضو. وانا كان الساندوتش بتاعي البطاطس اللي بالجبنه المثلثات النستو، ما فيش افتكاسه. البطاطس ما فيهاش توابل للاسف. بس عايز اوضح حاجه، العيش بتاع الراجل ده بصراحه العيش كله عظيم جميل، مخبوز بيتي كده حاجه حلوه جدا العيش بصراحه. العيش ده بيبقى موجود في مطاعم في شبين الكوم او شبين القناطر. جميل جميل. العيش ده بتاعهم على طول في اي مطعم بتلاقيه. لا عالمي بصراحه العيش. بس الساندوتش اللي فات ده للاسف لا ما عجبنيش.
يلا بينا، اللي جاي كله غالبا تقيل ولا لسه في حاجة مش تقيلة؟ هنشوف، بس غالبا بقى بعد كده كل اللي جاي تقريبا هيبقى تقيل. يلا بينا نخش بقى بآخر حاجة، ايه، بسادس حاجة معانا، لسه الموضوع طويل. طب يلا بينا على السعادة بقى، عشان الساندوتش اللي انا ماسكه في ايدي ده قلة ادب، ده اسمه رولز سجق، ده غالبا قطع سجق وملفوفة ببيض، والدنيا شكلها جميلة وفي خضرة كمان في... يا لهوي يا لهوي، انا عايز ادوق. بس قول لهم انت معاك ايه. انا معايا كريسبي، ساندوتش كريسبي. يلا بينا ندوق. في دبانة هنا هموتها، هكسر البيت كله بسببها. يلا بينا ندوق. الساندوتش يتحدث عني، عظمة. طيب انا كده بالنسبة لي اليوم ابتدى يعني، وعايز انهي على هذا الحلاوة وهذه الطعامة. السجق جميل جدا، من انضف السجق هتاكلوه في حياتكم يا جدعان، ومن احلى. وكمان في حاجة بقى، الساندوتش ده جوسي قوي، فيه زي صوص طماطم كده مع الفلفل المتقطع صغير مع الطماطم المتقطعة صغير جوه الرول اللي من البيض ده، مليون من عشرة، تحفة طبعا. قولي تجربتك. الكريسبي يا جدعان طعمه تحفه، هو تقريبا في الحاجات التقيله تقيل. واضح ان هو في الفرنساوي هيبقى، لا هيبقى جامد. الكريسبي جميل جدا، طعم الفراخ من جوه نظيفه جدا جدا جدا، وطريه ومن بره مقرمشه، فلا الكريسبي ده يعني هتلاقوه احلى من مطاعم تقيله على فكره. ده فعلا اتفق معاك، لان اللقمه بتاعتهم مش على الكريسبي، اتفق معاك ان لقمه العيش بصراحه جميله وانضف من مطاعم كتيره ليها اسم في السوق، فبرضو لا دي حاجه اشهد لهم بيها. بس يلا بينا نخش في السعاده اللي بعد كده. طيب وهذا العنتيل اللي معايا انا ده اسمه ميكس جبن، بس مش عارف ليه حاطين فيه بطاطس شيبسي طالما هو ميكس جبن يا، بس الساندوتش محمل قوي قوي بصراحه. قول لنا معاك ايه. وده يا جدعان العظمه، بصوا السجق. بيستني، حسبي الله ونعم الوكيل. السجق يا جدعان اهو، ماشي يا عم يسهل له. يلا بينا. يلا بينا. انا مبسوط من قبل ما ادوق. انا هديله تقييم 10 على 10. لا بجد هنا في حاجة حلوة بتحصل، بس هترجمها واديها لكم كلام. طيب بالنسبة لي أنا حاولت أجمع اللي أنا بدوقه ده وقلت أترجمه الكلام ليكم، بس معرفتش، بس هحاول يعني إيه أشرح لكم. هو الموضوع تقيل قوي، في جبن كتيرة في قلب بعض يعني، في تحس زي جبنة قديمة متقطع عليها طماطم وخيار وبصل، لا مش قريش، جبنة تحس إنها دوبل كريم كده، وتحس إن في النص جبنة نستو مع الجبنه القديمه مع مع البطاطس اللي محطوطه من فوق، فالميكس حلو يعني. الساندوتش ده انا هديله جيد جدا. حضرتك انا ما دوقتش الساندوتش بتاعه. مش بتاعي يا ابني، قول على الساندوتش بتاعي. يا جدعان انا صحيح يعني مش محتاج ده، مش محتاج يا جدعان. نشرحه تاني، نشرحه تاني. خلاص دي خلصانه، هو استمتع لوحده وانا برضو استمتعت شويه يعني. الساندوتش بتاعي لا جيد جدا بصراحه، عجبني جدا، بس مش عارف اشرحه لكم للاسف، فجربوه. بس يلا بينا بقى، دي اخر نقله معانا اللي جايه. لا في نقله حلوه بعد كده، هنخش اخر نقله حادق ونرجع بالحلو، اوعى تروح اي حته. هو دي اخر حاجه معانا النهارده اهو، برجر. قول لنا مكوناته. ده في برجر ورومي، رومي مقلي ولانشون، اللانشون اللي ما عجبنيش الصراحه. وحته طماطم وخيار وخس ومايونيز. بالظبط. ربنا يستر. يلا نشوف. قول قول عايز تقول ايه. لا لا يلا نشوف. يلا بينا. قطعه البرجر سميكه حلوه قوي، طعمها 10 على 10، مختلفة. وده كان آخر حاجة معانا في الحادق يا جماعة. حابب أقول البرجر ده كان طعمه جميل جدا، العيش بتاعه طعمه حلو جدا، فاللي عايز يطلبه ما يطلبش معاه الرومي ولانشو يعني. اللي عايز ياكل بس الرومي، أنا ما حسيتش بالرومي أساسا، اللانشون بس هو اللي فصل. ما هي الفكره ان رومي دي مش قديمه، فطعمها مش باين قوي. ايوه ما انا ما حسيتهاش فعلا، اللانشون هو اللي طعمه مش حلو وطغى على طعم البرجر، ما بقاش حلو. فانت لو هتطلبه برجر ساده، عايز اضافات صوصات مفيش مشكله، زي الفل. اتفق معاك، البرجر حتتها كبيره وطعمها حلو ولقمه العيش جميله والبرجر مستويه حلوه جدا. بالزبط. جوسي. لا يعني ما مبسوط من البرجر بس، ومش هختلف في حاجه مع كيرو. ويلا بينا نحلي. نحلي بقى، نحلي بوجنا. يلا بينا. طيب انا معايا ميكس عظم. تفاح اسمه انا اعرف إيه؟ ما اعرفش يعني، ميكس فيه موز. ورينا يا ابني لما نشوف هنعرف نجيب اسمه ولا لا. في موز وتفاح وكمان ميكس حلو تفاح. ميكس حلو تفاح. بصوا وفي ايه ده، ده في حلاوه زي عندك يا لهوي. مربى. حلاوه ومربى. انا معايا يا جدعان سكالانسي الغلابه. كان الاول عمال يتريق ويقول انا اللي معايا السكالانسي وانت لا، انا معايا سكالانسي عليه تفاح وعليه موز وعليه فاكهه. يلا بينا ندوق. يلا بينا. ايه
ده فيه زبده يا جماعه. الساندوتش ده عالمي. الساندوتش ده ميكس ما بين السكالانس وما بين الكوكتيل بتاع العصير. يعني هو عمل لك ميكس غريب. اول مره في حياتي ادوق الميكس ده. لا 10 على 10 بجد. طيب الساندوتش اللي احنا كلناه ده احنا بقالنا ربع ساعه بنضحك على حاجه عملها كيرو. مش عارف اذا كنت هحطها لكم في الاول ولا لا. لو ينفع احطها لكم في الاول هتلاقوها في الاول بس. وده من افضل سندوتشاتي. خلاص بقى. ده من افضل سندوتشات الحلو اللي انا اكلتها في حياتي. لان هو زي ميكس ما بين السكالانس. اصل انا رابع مره اقول البقين دول وكل مره بضحك. بس يلا بقى خلاص هي المره دي هنزلها. بس فلا طبعا ارشحه لكم تجربوه. قول لنا رايك في الساندوتش بتاعك. السكالانس يا جدعان رائع. وده يعني السكالانس عالمي. وعامه عجبني اكتر من الساندوتش بتاع جو. طيب بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايكات وتشتركوا في القناه لسه ما اشتركش. ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده. وكان معكم جوكر شبوي وكيرو. سلام.